شروط الاشتغال في إطار اللقاء الرابع بالعلاقيش. هذا اللقاء لا يخفى عليكم أنه يحمل قلق الجميع على الوضع الحقوقي المتلبي الذي أصبحت تعريفه الأوضاع إن على المستوى الاجتماعي والاقتصادي أو السياسي بشكل عام. هذا الوضع اللي لابد أن نقف واحد الوقفة التأمل ومراجعة الذات وفي نفس الوقت استشراف آفاق العمل بمعنى رفع التحديات المطروحة، لأنه لا يعقل بعد التراجعات الخطيرة التي يشهدها الحقل الحقوقي والانحصار السياسي اللي مياع المشهد الحزبي والسياسي في البلاد، بالتالي التراجع إلى مستوى مجموعة المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية أن يقف المنتدى مكتوب الأيدي دون أي حاجة ثانية. بطبيعة الحال المنتدى كان دائما سباق إلى التفاعل مع مجموع المحطات النضالية بما فيها الحركات الاجتماعية اللي عرفتها الفترة الأخيرة لكم الملف للمعتقلين السياسيين أحد القضايا الجوهرية اللي كانت تتحرك المنتدى وقدم فيه واحد مجموعة تقريرات. بالرجوع لهذا التنسيق اللي هضرنا عليه بين قصار العريش، هذا التنسيق جاء في إطار تيسير المهمة ديال التواصل مع المناضلين ديال قصار المناضلين ديال العريش لتدارس مجموعة نقاط هي مشتركة بيناتها، وبالتالي تطرح اللقاء هذا بدون ما نخوض في مجموعة التفاصيل. هذا اللقاء هو فرصة لتدارس مجموعة من القضايا اللي كتهمنا جميع هو تحية النظرية. شكرا.